أول صورة التقطتها كانت قبيل الإعدام بليلة، كانت فقط لحظات بعد استقبال أم بلال لمكالمة من المحكمة لإخبارها بأن الإعدام سينفذ خلال اليوم التالي. كانت مصابة بالذهول بينما تغطي وجهها وهي تبكي. وخلال صباح اليوم التالي في الساعة الخامسة تجمع الناس من أجل الصلاة والانتظار، والوضع لا يزال غامضا، وكان المشهد متسلسل جدا بالنسبة لي. فبينما كنا ننتظرهم لإحضار بلال، رأيت والدته تجلس قرب حاجز المنصة، وكانت لا تقوى على الوقوف، مستسلمة لحقيقة أنها ستخسر ابنها. كان الأمر سريعا جدا. بعدها أحضروا بلال خارج السجن وكان يتنفس بصعوبة بالغة. كنت أحاول بصعوبة معرفة واستيعاب ماذا يحدث حولي. أخذوه إلى الكرسي ووضعوا الحبل حول عنقه، وكان يصرخ بشدة قبل أن يصمت فجأة. ومن ثم خرج أفراد عائلة الضحية. بعدها خاطبت الأم الحشود وأخبرتهم أنها عاشت كوابيس عندما فقدت ابنها. ورغم العلم بأن الدين الإسلامي يوصي عائلة الضحية بالصفح، إلا أن الأم لم تستطع مسامحة بلال. كانت مع زوجها يقفان بالقرب من كرسي الإعدام، وعند تلك النقطة لم يكن هنالك مؤشرات على أنها جاهزة للصفح، ولكن بعدها طلبت منهم إحضار كرسي لتقف عليه. وعندما صفعت بلال قالت أسامحه، وفكت عائلة الصبي القتيل حبل المشنقة من حول رقبة بلال. عائلة بلال احتضنوا والدي الصبي وكانوا ممتنين لما فعلاه. انظر إلى الخلف، لا أعلم كيف التقطت هذه الصور. اعتقدت أن قوة الكاميرا تمكنني من التركيز، ولهذا السبب لم أنهار وأبكي. ای کاش میتونستم اون لحظه گریه کنم.